علامات كمنافقة حديث كاسوة حديث هذا كان ليني حديث قف نفاق والله بقى يوض منه ونفاق عملية منه واعتقادي حدو قفك علامات النفاق اللي ما هذا فيه علامة من علامات النفاق لكن منافق معه لعله ينو يه مؤمن لكن مسلم لكن علامة النفاق أوت مركب النفاق عملية حديث قف حديث ساس انتو قاعدة اوكو حكمه سيدة شرعية مده يسيد مده كرتيه برؤى منافق وقف كان منافق نمضه النفاق واعتقادي وعقيده لكن واضح كرتا لقن كنن كاسي خصلاتك وحا كجرة خصلاتك منافقين تكمل قف بينشا وحتى هذه خصلة علامة من علامات النفاق حدو له مركب منافق باته وكله وكو حكمه وحبوك أركم علم الدرة وقصوحية هذا منافق منافق وقال وحلم من نقول يا حديث كي أها قفك ولالك كلها منافق بات قال باتهاي لوضع مد على النقنية وسوء معنى على هذا الحديث مرك ما دام كي كلا والله مد وقفك قفك مسلم كأعي هذا كتر هذه فاسق ترى فاسق بات سوت النبي جاي وافصو عين تقفك اللقمة حكومة كرسوطة فسق كبير كوقال لي ما سقونا لكن واضح كرتا النبي قساس يري على مدى وعلامات كفاسق إن ماذا قدتك عين واضح كرتا سكوزة ضدوبة هدو قفك وقفك ولا لكي أقال لي ما كقمو أما منافق لي ما كقمو أما فاسق لي ما كقمو منافق باتاي أما فاسق باتاي أما قال باتاي هدو له لابد هذا هدو سقف كاسي أي كحقيقه من حديث كسو الشيغي متكي يري بيكون نقنيسا marka ku noqoto wa hadisi waciid kan dhahayna kan ay ku noqotay ma dhahayna anagu maadaama qofkan gaalnimo ku shaaqtay adaa gaal laakiin waxaan leenahay nabigu wuxuu qofka walaalkii ku tuura gaalnimo asagay ku soo noqonaysa gaalnimada kugu soo noqonaysa darteeda waxaad ku jirtaa gaalnimo amaliya amalkaagu waa amalki gaalada nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam laakiin ma dhahayna kharij diinta aad ka baxday lama dhahay صوت أعماش هذه الدين توقفك كما صاران يا وحي كل ذا كفر نوع كم ذا أو كفر عملي آ بكل ذا ما أشج أسق حديثك واقع حديثك أشج توقفك أنا وأهل بدع كعر أهل هواوي توقفك سوكل هواوي waddanka gaalada marka laga hadlayo waddanka gaalada balad kale yahay baladul kufri la yiraahdo qofka muslimku ayna banaaneen inuu ku noolaado haduu ku dhintana lagu ciqaabayo ama shafaacada nabiga uu waayo ama uu ciqaab ku mudanayo en waxa xuduud buleeyay xuduud buleeyay waxa kamida hadii qofkaasi shuruud bi culimadu u dajiyeen shuruud qofka wadan gaalo goormutay kara wadanka gaalada markaan lagu noolaan kariina waa goorm horta sideedaba asalkaba wadan gaalo ama ha fiicnaada ama ha xumaado in lagu noolaado waa laga fiican waa wad waa biladul fitan waa qofku inuu joogo waa inuu shuruud leeyahay shuruudaha waxa ka mid ah inuu cilmi leeyahay shahwaadka shubahaadka ka celi en wadamada qofka lagu magacaabo inuu yahay mustadcaf muslim way wadamada ahkaamtaas ay ku iimaanaysa mustadcaf mustadcaf waxa weeye meel qofku uu ku dulman yahay oo shacaayirtiisa iyo cibaadadiisa uu samujisan karin marka adiga in xukun ka saar meel kasta oo qofku uu mustadcaf ku yahay oo lagu ihaanaysan yahay qofka muslimka oo diintiisa uu xurriyad u lahayn inuu ku noolaado ma banaana haduu ku dhintana waa ciqaab uu mudanaya haduu san ahayn qof xujo sharci ah u haysto wadanka inuu ku noolaado
حدود الشرعية دتك إنه إن يكون ولا ذا واحد استوى حكم ده إن دتك أي إن سيدا قف كسفير كمسلمين صادر سدان وقال سو يكون ولا كذا سو مصلحة وحدود الدولة وجوجا وحكم ده نين جناسي وتجوا كذا تيمبريري جناسي وكسر أي صناعي وحكم ده قف مثلا داو وتجوا كذا سبيتال وضم ذكر كواي إن وحكم ده مثلا قف إن أتجي وحبرشة وضمها مسلمين تلقوا هاي أو مسلمين تعود درسان وحكم إذا قف داعية أو دعوة إنه كسم أيه أتجي ده كي ندعوة جارسي ننتبه اللي خبرنا يروح وروضنا كان هدار من إنا كفك كنا إن إنا الدعاء نغنى دعوة ده صوت قشان ونقول دعوة فافنا ده أنا دعوة أنا أتجي وجوي كرا وجوي كرا أنا دعوة فافنا داعية أنا يعني مركا شروطها السيلة ده قفك قف كاس اللفتيسة مركو أم مسألة هذا هذا قوي أوبه كنتي أحكام بدن إلا فيري أوبه لكن وجدت أنا حديث تاس إن قف كاس قابب بدن إنه مضنا يو كم تاي تاس ما كم تاي سؤال هو أنا ماينه ما جوج سنة كتابك كحجة كتابك كحجة لو فكر بيوصل دعي إذا كان الدين دين يا اختاروا أرت أسبوع أساس على وحن ربينا آخرنا أصول السنة للإمام عبد الحميدي ومدير هل درس عمله ده هل درس عمله كان هذا آخرنا ينيب كهرية وهل درس عمل شرطة فائدوه بضم با يكوجر مركز الله في ريو هل درس عمل لا بدرس ونغني لا بدرس عمل كاس إيوه كتاب كله إلى هذا ما يتميز به المسلم عن المشرك وحقفك مسلم كجد وين هاي مشركين ته وصلنا وكتاب قيام بدن وكتاب هذا عقيدة كم إذا حديث وجره كتاب كاسو حكوحجة نواقض الإسلام كسان رجينا مستوحى له لها وحكوحيقة فضل الإسلام كسما حف يا فض معنى الضغوط وكوحيقة ها معنى الضغوط كتاب وكوحيقة مركا لا بس كتاب بس كحل يكون جنا إذن كهدي فكر بعيدك صار عاي فضلوا ما حيدك صار عاي كرد كتاب هذا سيوحان سلاي هاي أرضي إذا بدن كله كم فائدة سنكران دانا خلنا صوت الأصول من العلم أصول أكلوا كتاب أذق أو أصول فقه مركع دي عكرتا حاجة لأن هذا قارب بدن إنه يكور يران لهان عشان لا حواي كنا يا وقتك الآن فيرن صح وقتك الله فيري هلا قد أي عشان مختك الله فيري صح يا كان واسكو امتحاننا ومراجعين ان شاء الله ان مجرى فكر كلا كتابك صعب 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 عايز يا شاك قوي قاس صفارين يدو أذقه لكن آخرين كراسك لكن أذقه وحيارة دان آخرنا ما يبي إن حوارك وإي فهمان لكن وكتب آدو آذق يا ها هاي حميد قرتو اللي بدرس كلي أساق عن آخرنا إنت أنا أكسي فكر رميت كل آخرين أن وحن أهري وقتو هاو نعذب صلاة الصبح بيش فصح هلا قف على الاستو درسي هلا أخرستو فكرت في عموي إنك صار رجع غارق ويا بين سحب نافيرنا صلاة الصبح آبيدين عن فخر كيا ولا ليا بناء الصبح ما لا يمان كرا وكيف فكرنا إن شاء الله بروح على سمين كرا ها ها
maalinta soo socota maadaama waqtigu hadda uu waqti dheer yahay aan haysanno. Fi lbidaaya darsigaan akhrinaynaa, markaan darsiga dhammayno 45 minute camal waxaan reebaa inaan isku imtixaano, sababto hadda maanta kitaab dhan baan rabin inaan koo fargarayno maanta. Maalinta soo socota laakiin saacad darsi uu kama badan doono. Marka haddii la bilaabo 6:30 oo kale 7:30 uu dhammaan karaa, nusaac ama wax lamid a imtixaanka waa ku dhammayn karaa insha allahu tacaala, ku dhammayn karaa. Yaa majliskan maanta qur-aan noogu soo khatimaaya raggii qur-aanka, ya qahriga xalqada miya cabdiraxmaan, hay fadal cabdullaahi, hay ya ninkii maanka la odmiya cabdiraxmaan bay raggu leyin. Cabdiraxmaan ka waay cabdiraxmaan fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين،
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين